السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم من هذا المكان الطيب الطاهر المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هل يحب كل واحد منكم أن يكون مستجاب الدعاء؟ أربعة أشياء بفضل الله عز وجل تجعلك مستجاب الدعاء. أول حاجة، ودي أهم حاجة، الاستعانة بالملك سبحانه وتعالى في أي أمر من أمور دنيتك أو دينك أو آخرتك. استعن بالله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى. اسأل المولى عز وجل، قم صلي بالليل كده في جوف الليل حينما ينزل الملك سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله، وقول يا رب اللهم اجعلني مستجاب الدعاء، اللهم اجعلني مستجاب الدعاء. فالله عز وجل سبحانه وتعالى رحيم ولطيف بعباده سبحانه وتعالى. يبقى الأمر الأول أن تستعين بالله. الأمر الثاني أن تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب أن يرى من عبده الذل والانكسار والخضوع والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، فانكسر بين يدي الله وأنت تدعو. اللهم استجب دعائي يا رب، اللهم اجعل دعائي مستجابا يا رب، مستجابا يا رب العالمين. اللهم إني لا أريد شيئا لنفسي، لكن أريد ذلك يا رب العالمين لخير الأمة ولخير الإسلام والمسلمين ولخير بلادي ولخير العباد، وهكذا. فتدعو المولى عز وجل وأنت منكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى لكي يستجيب الله عز وجل دعائك. الأمر الثالث أن تكون طيب المطعم، أن تأكل من الحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، كيف يستجاب الإنسان يأكل من الحرام؟ فعلمنا من هذا أن الإنسان إذا طيب مطعمه يكون مستجاب الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الرابع الذي يجعلك مستجاب الدعاء هو أن تكثر من الدعاء في وقت الرخاء، مش وقت بس لما تكون في شدة الدعاء تقول يا رب يا رب يا رب، لا، ده وانت في الرخاء قول يا رب، وانكسر بين يدي الله وذل نفسك بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكي إذا وقعت في أزمة الله عز وجل يستجيب لك عند الكرب والشداد. من الذي قال هذا؟ حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، من سره أن يستجيب الله عز وجل له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء عند الرخاء. يبقى أربع أشياء يجعلونك مستجاب الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. أول حاجة أن تستعين بالله وأن تسأل المولى عز وجل أن يجعلك مستجاب الدعاء. الأمر الثاني أن تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن تذل نفسك لله سبحانه وتعالى، فذلك بين يدي الله عز لك في الدنيا وفي الآخرة. والأمر الثالث أن تكون يعني أن يكون مطعمك من الحلال. والأمر الرابع أن تكثر من الدعاء في الرخاء، فيجعل الله عز وجل دعاءك مستجابا عند الشدائد والكرب. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعنكم كل كرب وهم وحزن، وأن يجعلنا جميعا مستجابين الدعاء. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.